تفسير رؤية سكوتي طائر في المنام لابن سيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن تفسير رؤية سكوتي طائر في المنام، فيلا بينا على التفاصيل. كتير من الناس بيحلموا بالطيارات وبسكوتي الطيارات، ولما بيصحوا بيقوموا من نومهم بيتملكهم الخوف والرعب، ودايما بيبحثوا بيدوروا عن تفسير سكوت الطيارة في المنام عشان يعرفوا هل سكوت الطيارة في المنام ده خير ولا شر بالنسبة للرجل وللعزباء وللمتزوجة وللحامل وللشاب الأعزب. بس الرؤية دي مش كلها رؤية واحدة، تفسيرها مش واحد، الرؤية دي بيختلف تفسيرها حسب الحالة النفسية اللي بيمر بيها الرائي اللي هو بيشوف الحلم دوت، وبتختلف حسب الحالة النفسية للرائي في حياته، يعني هو في حياته مرتاح تعبان، نفسيته تعبانة، عشان هي يا إما تكون خير للرائي ولزوال همه وقربه، وإما إن هي لا قدر الله تكون شر بسبب طريق هو ماشي فيه غلط، يعني ماشي مع أصحاب سوء، ماشي مثلا سايب الدين، بعيد عن الدين وماشي في طريق الغلط. فكل حاجة لها تفسير، فالتفسيرات بتختلف. هنا الأول هتكلم معاكو عن سكوت الطائرة في المنام بشكل عام، ده بالنسبة لتفسير ابن سيرين. ابن سيرين بيقول رؤية الطيارة وهي بتسقط على منزل اللي بيحلم الرأي، لو الرأي اللي بيحلم شاف في منامه الطيارة بتسقط على منزله، على منزل الرأي دوت، فده دليل على ان بيت الرأي دوت اللي بيحلم البيت دوت بتاعه هيتعرض للمشاكل. مشاكل زي ايه مثلا؟ زي ازمات مالية ممكن هو يتعرض ليها لا قدر الله. واحتمال والله اعلم ان تفسير الرؤية ديت يكون دليل على حدوث مشاكل تكون هتغير من حياتي اللي هو اللي بيحلم الرأي، وبس هو ما يقلقش، يعني بسرعة بسرعة وان شاء الله ربنا هيخلصوا المشاكل دي وحياته هتنعم الاستقرار. لو حد حلم في منامه ان في طيارة بتسقط قدامه امامه في المنام، يعني واحد بيبص كده في المنام وهو في المنام لقى طيارة بتقع قصاده قدامه، دي تفسير الحلم ده والله أعلم مقصر في دينه وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، أو هو قاطع رحمه، قاطع صلة رحمه، فلازم إن هو يمشي في الطريق السليم وإن هو يصل رحمه ويعمل كل اللي ربنا أمر به سبحانه وتعالى حتى يحظى برضا ربنا عليه إن شاء الله. ووضح ابن سيرين إن الحلم بطيارة صغيرة، طيارة صغيرة يعني صغيرة، ده دليل على تحقيق الأهداف المرجوة من قبل الرائي، لأن الطائرة الصغيرة في المنام بتدل على الرقي في المكانة المجتمعية. وضح ابن سيرين إن الحلم بالطائرة الصغيرة في المنام ده بيدل على إن الرائي اللي بيحلم وكان عنده أهداف في الحقيقة نفسه يحققها، فلما يحلم بالطائرة الصغيرة في المنام ده بيدل إن هو يحقق أحلامه وأهدافه اللي هو كان بيتمناها في الواقع، لأن الطيارة الصغيرة في المنام دي دليل على الرقي في المكانة المجتمعية بالنسبة لي. لو في شخص بيحلم في الحلم طبعا إن هو خايف من ركوب الطيارة، فدوت دليل على إن اللي هو اللي بيحلم دوت والرأي دوت عنده كتير من المشاكل النفسية، فربنا يشفيه إن شاء الله. ولو شخص حلم إن هو بيقود الطيارة يعني بيسوقها في المنام طبعا، ده بيدل على ان الرأي بيتميز بشخصية قيادية. اما في حالة لو الرأي اللي بيحلم شاف في منامه ان الطيارة اللي هو بيركبها دي بتهبط، يعني بتنزل من السماء، بتنزل على الارض، بس مش نازلة باندفاع، لا نازلة بالراحة وبسلام خالص، دي بشارة ان الرأي اللي هو بيحلم هيوصل لمكان مؤمن والانتهاء من جميع المشاكل اللي هو ايه بيعاني منها. لو شخص حلم ان هو راكب طيارة والطيارة دي
وقعت بيه واتحطمت. ده معناه في الواقع وفي الحقيقة على تحطم أحلام وعلى ضياع أحلام وطموح اللي هو الرأي اللي بيحلم. لو الشخص حلم في منامه إن هو نط من الطيارة وهي بتطير، أو حلم إن الطيارة اللي هو راكبها اختفت بين السحاب ومش باينة، فدوت إنذار بموت الرأي اللي هو بيحلم، يعني ده بينذره إن هو هيموت قريب، والله أعلم. في حالة لو حلم الشخص في منامه وهو أصلا في الواقع كان مريض، وهو حلم إن هو بيركب الطيارة، فده إنذار على قرب وفاة الرأي اللي بيحلم، يعني هو قرب يعني يتوفى. لو شخص حلم في منامه إن هو قاعد في الطيارة ومسافر وبيتكلم مع واحد ميت، يعني في حد هو في حد ميت وهو عارفه، هو حلم بقى إن هو راكب الطيارة وإن الميت دوت صاحي في المنام. هو مات في الحقيقة، هو حلم إن الميت اللي هو مات في الحقيقة ده معاه في السفر، يعني معاه في الطيارة وعمال عمالين بيتكلموا مع بعض. ده بيدل في الحقيقة إن السفر ده سفر طويل وبيتطلب انتقال من بلد لآخر. لو شخص حلم إن هو في الطيارة وإن معاه شخص، والشخص التاني ده في الحقيقة هو شخص ميت مش عايش، لو اللي بيحلم دوت اللي هو أصلا عايش حلم إن الميت اللي معاه في الطيارة بيحضنه جوه الطيارة في المنام، ده بيدل على طول فترة حياة الرائي، يعني ده بيدل إن الرائي حياته هتبقى إن شاء الله طويلة. ولو الميت أدى للي بيحلم في المنام هدية برضو، معناه إن عمر الرائي هيكون طويل، والله أعلم. وفسر ابن سيرين ذهاب العمر بالطيارة دليل على صحة الرائي القوية، يعني لو حد حلم، ابن سيرين شايف إن لو حد حلم إن هو راكب الطيارة وراح يعمل عمرة، ربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب إن شاء الله، ده دليل على إن الرأي دوت في الحقيقة صحته قوية. أنا هكتفي بقى بهذا القدر يعني إن شاء الله. وأنا النهاردة كده كلمتكم عن سكوت الطيارة في المنام، عن تفسير رؤية سكوت الطيارة في المنام بشكل عام. وإن شاء الله فيديوهات تانية إن شاء الله قادمة قريب، أو إن شاء الله هكلمكم عن تفسير سكوت أو تفسير حلم سكوت الطيارة في المنام بالنسبة للعزباء وبالنسبة للمتزوجة وبالنسبة للشاب الأعزب وبالنسبة للرجل، وتفسير ده بالنسبة لابن سيرين. وأكلمكم عن تفسير النابلسي لسكوت الطيارة في المنام ولسكوت الفتاة العزباء، عفوا، وتفسير النابلسي لسكوت الطيارة في منام الفتاة العزباء، وتفسيرات أخرى للطيارة أو لسكوت الطيارة في المنام. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.